فقط في الحائط البشري. لعبت الكوره، الاستلام حلو قوي بمهاره على الكوره الحلوه، يا على الصده الاحلى، يا على الكوره الحلوه والصده الاحلى فيكتور فالديز، لكن اتعملت حلوه قوي. اللاعب سيزار ارزو، سيزار ارزو اجمل كوره في اللقاء. اذا كان برشلونه سيطر وهيمن على اللقاء وبالتحديد اول ثلث ساعه، فادي امامنا اجمل كوره بمهاره على ركبته ثم على وجه القدم ثم الدوران.